يعني يوم الثلاثة اللي حصل فيه الحادثة كان عدى فيه 12 سفينة من الجنوب قبل السفينة اللي شحطت أو اللي جرحت، وعدى فيه 30 سفينة من الشمال. بالتالي القناة كانت شغالة، وقفناهم في البحيرات لغاية لما نخلص. يوم الأربع ما كانش فيه سفن من الجنوب دخلناها، لكن دخلنا 13 سفينة من الشمال عشان برضو ياخدوا الوقت بتاعهم من بورسعيد لغاية البحيرات. لو كنا خلصنا كان هيعدوا يكملوا، ما خلصناش كنا عاملين حسابهم أماكن الرباط بتاعتهم في البحيرات المرة وفي التمساح. فيعني كده القناة كانت شغالة يوم الثلاث ويوم الأربع. The canal was running effectively on Tuesday and Wednesday. We could reflow the vessel successfully on Wednesday. في نفس اليوم ده طبعا تواصلنا مع الوكيل وتوكيل المركب والمالك لتوحيد طبعا الجهود اللي هنشتغل بيها وهنبدا ازاي السيناريوهات اللي احنا بنعملها وايه اللي مطلوب منهم. And that day also we have contacted successfully and actively. We were completely in communication, in open communication with the owner of the ship and also the shipping agency of the ship itself to know exactly and to agree on the work plan that could be implemented successfully. يوم الاربع في نفس اليوم احنا اشتغلنا بالليل بالكراكتين مشهور والكراكة العاشر من رمضان. العاشر من رمضان قدرتها 400 متر مكعب في الساعة، ومشهور قدرتها 1500 متر مكعب في الساعة تكريك. On Wednesday also we dispatched two of our naval agents. The first one is Mashour and the second is Al-Ashr of Ramadan. We proceeded quickly with the work in the area of the incident. لو سمحت رجع الصورة تاني بتاعت الكراكة مشهور. Please if you could bring back the picture of the Mashour. هات ايوه. انا عايز اقول هنا ان دي المركب ودي الكراكه مشهوره، يعني كانت مسافه بينها وبينها تقريبا دخلنا لغايه ما يبقى فيه مسافه امنه يا دوب، يعني نقول ان هي 15 او 20 متر عشان نكرك نعرف نعمل تخليل الميه من تحت السفينه في الوقت اللي احنا مش قادرين نشتغل فيه بالدفع والشد، عشان ساعتها بتاعت الميه بتبقى الجذر جامد، وبالتالي كل اللي هتعمله من عمليات الدفع او الشد ملوش قيمه. فكنا في الوقت اللي هو ده في الفراغ ده كنا بندخل الكراكات علشان تعمل موضوع التكريك وتخلخله الميه من تحت السفينه. فشوف المسافه واضحه جدا، المسافه كانت بين الكراكه والسفينه قد ايه. In the picture you have seen or in the scene you have seen it a few moments ago, this is the distance between Ever Given and the Bridge of Mashour. It's almost 10 to 15 meters away from the vessel. We used to work in two fronts. The first front is that we waited for the low tide and we dispatched the dredgers to start excavating around the ship. And once we get the high tide condition, we start deploying our tugs to proceed with the pulling and pushing the ship itself. ما كانتش مجديه قوي او ما ظهرتلهاش نتائج، لان طبعا يعني نقدر نقول المركب ما اتحركتش. احنا بنقول ان احنا مع موقف صعب، مركب كبيره 400 متر طول بتجنح في عرض في قناه السويس 250 متر، يعني الطول كان اكبر من المسافه بتاعت قناه السويس العرض نفسه. بنتكلم على 223 الف طن، بنتكلم على 118 حاويه، 18000 حاويه، 18300 حاويه، عرض 59 متر، غاطس 15 متر ونص، مركب ضخمه، حادث سيء صعب التعامل معاه بسهوله. This is a quite difficult situation. I would like to make sure that we are all on the same page. We're talking about a vessel with a length of 400 meters, with a beam of 59 meters and a drop of 15.5, with almost 18,300 containers loaded on its deck. The navigational width in the canal is just 250 meters. And then once more, we're talking about the vessel with a length of 400 meters that ran aground in the canal. It's a difficult situation. 159 meters and a drop of 15.5, with almost 18,300 containers loaded on its deck. The navigational width in the canal is just 250 meters. And then once more, we're talking about the vessel with a length of 400 meters that ran aground in the canal. It's a difficult situation that we are trying to handle. نزيد على كده ان كان سرعة ريح عالية يومها حوالي 40 عقدة وعاصفة ترابية، لكن مش هو ده السبب. عشان بس نبقى واضحين، احنا متعودين على ان احنا بنبحر في قناة السويس بسرعة ريح كمان اكبر من كده، لكن دي احنا برضه بنقول الحوادث الكبيرة كده تبقى حوادث مركبة، بيبقى فيها اكتر من خطأ، ما تبقاش خطأ واحد بس. ده سبب من الاسباب اللي كانت واضحة قدامنا، لكن ما هوش السبب الرئيسي بس، معاه اسباب اخرى. Thank you.
on the day of the incident, also due consideration should be given to the bad visibility for the sandstorm that took place in that day. And also, I'd like to mention that such big incidents that involve such major vessels are always complex or complicated, complicated problems that we are trying to fix in the meantime. متعودين احنا العمل في طقس رطيب طبعا، والمرشدين عندنا متدربين كويسين جدا، بدليل ان عدى 12 سفينه قبل السفينه اللي شحطت و30 سفينه من الشمال. فيعني ده في اليوم ده بس، احنا معديين السنه اللي فاتت 18800 سفينه. لما يحصل حادثه او حادثتين في المجرى الملاحي، نسبه لا تذكر، ما اقدرش اقول كام في الميه، مفيش، صفر. The clear demonstration of our expertise of our pilots is the number of vessels that crossed the canal before ever given, and also the number of vessels that crossed the canal on Wednesday when they moved from the Mediterranean to the Great Vessel Lakes. برضو المكان بتاع الحادثه ما هوش في قناه السويس الجديده، عشان بس في برضو احنا سمعنا كلام ان قناه السويس الجديده، لا ما كانش قناه السويس الجديده، هو كان في المدخل الجنوبي. قناه السويس الجديده كلنا نعلم ان هي 72 كيلو متر فقط، مش من 192، وبالتالي لما حصلت في المدخل على بعد 30 كيلو من السويس او 35 كيلو في بدايه المدخل الجنوبي لقناه السويس. One more thing that I would like to stress also is that the incident took place in the southern entrance of the Suez Canal, a few miles away from the Suez City. It didn't take place in the new Suez Canal. As you might be aware, the new Suez Canal is just 72 kilometers government ports away in the midpoint of the original Suez Canal itself. بالعكس، انا بقول اللي هي لو كانت في قناه السويس الجديده كان الموضوع اتحل، لان كان هيبقى ممكن يشغل القناه الثانيه وما كانش هيبقى فيه مشكله، لكن هي المشكله بتاعتنا ان هي كانت في مدخل الجنوبي للقناه. Actually, if the incident took place in the doubled part of the canal, especially in the new Suez Canal, I believe we could have managed to continue the navigation as it is. But the problem is that the incident took place in the southern gateway, as I mentioned. This is a single-lane navigation channel.